مساء الخير، اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد على القناة تاعي. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الموقف صرالي ونخليه كي شغل هكذا عبرة، شغل عبرة، شغل حاجة هكذا. شو نقول لكم؟ شوف اسيدي، مرحم الوالدين، انا عندي كواغط لازم نروح نخرجهم من واحد الادارة، ما نذكرش الادارة هذه وينها. مالا كل ما نروح انا لهذيك الاداره باش نخرج هذوك الوراق اللي محتاجتهم، دائما نلقى واحد واقف لي كي مسمار رجع، دائما واقف لي كي مسمار رجع. جامي هدرت معاه، جامي غلطت معاه، جامي درت له هكذا جيست مش مليحه، بالعكس دائما مليحه معاه، دائما ظريفه معاه. كي نهدر نهدر متادبه ظريفه جونتي عاقلة، ما نقولكمش قداها عاقلة وظريفة. بصح هو ما على باليش كي نروح نخرج هذوك الوراقي، كي شغل الملايكة تاوعي جايين ثقال عليه، غير يشوفني برك او يشوفني تقول ما عرفش يركبوه الجنون. مالا كي نروح نجيب الورقة كل خطرة وش يقول لي وما يمدهاليش. خطره نروح نجيب الورقه يقول لي تي كل يوم لهنا، كل يوم لهنا، ما تكرهيش مره والله، كل يوم لهنا، احطمي دارك شويه. خطره نروح مثلا نجيب الورقه هذه، ينوض ويروح تول البنات هذوك اللي يخدموا معاه، يقول لهم هذه كل يوم لهنا، كل يوم لهنا، كل يوم لهنا. والله مثلا نهار واحد اخر نروح نجيب هذيك الورقة، يروح للرجالة ثاني اللي يخدموا معاه، ثاني ما نقولكش مداير لي تبهديل لك حل، واحد تبهديل مدايرو ما يعلم به غير ربي سبحانه. وكان هو كي نروح انا باش نجيب الوراقي ويدير لي هذا الإحراج هذا نحشم ونروح للدار ما نقولكمش كيفاه، روح مكسورة مذلولة، نحس في روحي كي شغل كي شغل نشافة دارني تحت رجلي. وش نهي انا كي نروح نخرج الوراقي، مهما يسبني، مهما يهدر لي، مهما يحتقرني، مهما كيما نقولوا احنا يسبب لي احراج قدام البنات ولا قدام الرجال اللي يخدموا معاه، كنت انا وش ندير؟ نلتزم الصمت، لانه انا في الاداره ما نقدرش نعيط عليه والله تكون رده فعلي مش مليحه، لانه مش مليحه ليا. كما نقولوا في الاداره لو كان تهدر مع موظف يكون عندك الحق، يولي الحق عليك، تولي تالي ماكش مليح. نولي انا نسكت، مالا هو كيعود انا كل خطره نسكت 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 نسكت. كيما قلت لكم ظريفة عاقلة جونتي، ما نقولكمش واحد لا لا يا خيرك يا سيدي يا ربي. مالا هو واش نهي هذيك العقالة تاعي، فهمها بلي انا كيما نقولوا احنا انسانة ضعيفة، فهمها بلي انا انسانة لا حول ولا قوة، فهمها بلي انا انسانة كيما نقولوا تاع وحدة تعفس تحت الرجلين. وهي بالعكس، هي انا كي كنت نسكت له نسكت له على اساس انه انا عندي الحكمه وعندي العقل اني عرفت كيف نتصرف، ومهما كان هو يغلط معايا كنت نلتزم الصمت، وكل خطره نروح نحاول اني ندي الورقه هذيك على امل كل خطره نروح لازم نديها وما عطاهاليش. يروح الزمان ويجي الزمان، روح يا زمان ارواح يا زمان، روح يا زمان ارواح يا زمان، روح يا زمان ارواح يا زمان. اما لا يا سيدي مرحم الوالدين، هذا كثر على ما وصاوه كثر. عدت كي نروح ندخل برك باش نجيب الورقه، مازلت ما هدرتش، مازلت ما قلتش بسم الله، تلقاه يوقف من الكرسي ويعيط ويدير هذيك البلبله ولهجتي وتحوسي على الوراقي، وكل يوم لهنا وكل يوم كل يوم كل يوم. المهم مداير تبهديل كيف كيف. انا نسكت نروح لداري نجمع ولادي ونقعد غايضني الحال، نطيح شويه دمعات هكذا ونقول لهم اليوم انا مانيش قادره نتعشى ولا مانيش قادره نتغدى، واليوم هذاك تاع المحكمه راه دار لي تبهديل. مثلا كما قلتها انا
نقول لهم بلي مثلا تاع اداره هذيك مثلا تاع سبيطار ولا مثلا تاع مهم نقول لهم اي بلاصه اي اداره هكذا نقول لهم بلي مثلا دير لي احراج وراني كنحس في روحي مذلوله ونحس في روحي ما عنديش حتى قيمه ومنه ويقعدوا ولادي يقولوا لي ما عليه بركه ماما ما عليه بركه فوتي بركه ما عليه ما ديريش عليه وهذيك ونفوتها. اما لا واش نقول لكم يا خيرك يا سيدي يا ربي مالا عندها واحد اليومين هكذا خرج كونجي مالا انا رايحه عندي حوايج هكذا نقضيهم انا يا جايه الفوق في بلاصه كيما نقولوا معزوله ايزولي هكذا ما فيهاش العباد كيما البلاصه هذه اللي مصورتها انا في الفيديو لهنا كاش العباد وانا نلقى هذاك السيد جاي هابط مروح من الدار تاعو كما قلت لكم انا نلقى ذاك السيد جاي مهبط انا ما كنتش شايفته ومن بعد نتفرج هكذا 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 جابك ربي جاتك الموت يا تارك الصلاه جاتك الموت يا تارك الصلاه نزرف الخطوات تاوعي قربت لي شويه واحده هكذا 3 مترات مسافه ما بيني وبينه ونحط له سعدو في يده هو ما دارش ليا ما هدرش معايا بصح واش انا سمعتو الشي اللي لازم يسمعو ياللي فيك وياللي عليك ويا الخامج وياللي ولد فلان وياللي ولد فلانه وياللي نفعل فيك المهم واش نقولكم الهضره اللي كنت سمعني في الحق الغش تاع هذو شهور وشهور وشهور اي حطيتها له برد قلبي واش سمعتو الشي اللي لازم يسمعو فهمتو بلي هذيك اللي كانت تجي تخرج لوراقي وما عطيتهاش لوراقي وكانت تسكت لك مش معناتها راهي بكماء ما تعرفش تهدر راكي تهدر هاي واش تسمعك هدره تسمعك الشي قالهاش اللي والله انا كي عدت نهدر له وعدت نسب يا ذاك السبان ما عرفت منين جبته منين خرجته غير واقيلا هذيك السبان اللي قلت له انا اقسم بالله غير كاينين شي كلمات الاجيال واجيال للقدام مازالوا ما سمعوش بها وما مش راحين يسمعوا بها المهم بردت قلبي فيه حطيت له سعدو في يده حطيت له علاش يحزن حطيت له كلمات في الصميم حطيت له علاش يحزن اقسم بالله العلي العظيم يا الهضره اللي هدرتها له والهضره اللي سمعتها له اقسم بالله العلي العظيم ما ينساها على طول ما راه في الحياه والله ما ينساها على طول فراغ لا طول لا طول ما راهو في الحياه ما ينساهش حطيت له الشيء اللي لازم يسمعه وبرت قلبي فيه وهذا وين رديت الاعتبار ليا بلهش ولات لي كرامتي هذا وين حسيت بلي ولات لي كرامتي الحمد لله يا رب العالمين يعني هذه انا قلتها بلي قالهاش الصبر حدود